شغلتنا الزراعة التوت مشطر يعني. إن 30 سنة 40 سنة أبواتنا اشتغلوا في الشغلة وخلفوا أولادهم وولادهم بيشتغلوا في التوت مشطر. أنت شايف الناس تيجي تتفرج هنا على الجرافات وعلى البلا وخايفة تخش على أراضيهم. ما أنت شايف الوضع كيف؟ فيش أمن يعني. قال زي ما بيقولوا في أمن وفي بلا وفيش. أنت شايف قاعدين كيف قاعدين؟ هذول جرافتين ودبابة وحراسة غير في المستوطنة تعدتهم. مش عارفين نشتغل بالمرة. الواحد يشتغل وخايف. أنت شايف قاعد بتطلع هيك دقيقة عليك ودقيقة على الجراف. يا شيخ يا ربي علي وعلى دخل ورايا أولاد ومرايا مرا وخلي إيش بدي أسوي؟ بدنا نبني لهم مستقبل نعلمهم في التوت. الواحد بعد